هنا 48 دقيقة تنفذ الجانبية لإسماعيل العمور. من نال هناك تجربة الاحتراف مع نادي اليرموك، ولكن قطع من احمد سمير، تسلم تسديدة، الله، مطرقة تهز الشباك لمصلحة المنتخب الفلسطيني. شاهدنا مراد اسماعيل قوة ضاربة، قدم يسارية لا ترحم، مطرقة توجه بالتصويب هناك من وسط ملعب المنتخب الاردني بشباك لؤي العمايرة، هدف للمنتخب الفلسطيني. اذا يجعل من اللقاء مثير هذه الاعادة. لاحظ قوة هذا اللعب بالتسديد والكرة التي ارتطمت قبل الوصول للحارس لؤي العمايرة. هنا مراد اسماعيل، العودة باللقطة بالاعادة يا مجمل تلك الافادة، والمطرقة بالقدم اليسارية. اذا هو ايضا يعتبر مكسب لنادي الوحدات باستقطاب هذا اللعب المميز. نشاهد فرحة لاعبي الاحتياط هناك خلف مرمى المنتخب الاردني بهدف الفلسطيني.